أهلا بكم من جديد. في إطار الزيارة التي يقوم بها حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه إلى الجمهورية الفرنسية، فقد قام وفد الأعمال البحريني المرافق لجلالة الملك المفدى في العاصمة الفرنسية باريس بالتوقيع على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم مع الشركات والمؤسسات الفرنسية والتي بلغت قيمتها 2 مليار دولار أمريكي، لتصل القيمة الإجمالية للعقود الفرنسية البحرينية الحالية 4.63 مليار دولار أمريكي. وقال سعادة السيد زايد بن راشد الزياني وزير الصناعة والتجارة والسياحة أن هذه اللقاءات التي يعقدها أعضاء وفد الأعمال البحريني مع نظرائهم من الجانب الفرنسي تؤكد على حرص البلدين على تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية بينهما. وقدم سعادة الدكتور عبد الحسين بن علي ميرزا وزير شؤون الكهرباء والماء عرضا حول مشاريع الطاقة المتجددة في البحرين وفرص التعاون البحريني الفرنسي في هذا المجال، كما واستعرض السيد خالد الرميحي الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية الفرص الاستثمارية والمزايا التنافسية التي تتيحها بيئة الأعمال البحرينية. وعلى هامش الزيارة الملكية، فقد قام معالي الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة وزير النفط ورئيس مجلس إدارة شركة تطوير للبترول بتوقيع مذكرة تفاهم مع شركة توتال الفرنسية للتعاون في تطوير فرص استكشاف النفط والغاز وتبادل الخبرات وتوريد الغاز الطبيعي المسال إلى مملكة البحرين. وقد ثمن معالي الوزير عاليا التوجيهات السديدة من القيادة الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه في تطوير القطاع النفطي في مملكة البحرين التي تهدف إلى دعم الاقتصاد الوطني. من جانبه قال الرئيس التنفيذي لشركة توتال الفرنسية السيد باتريك بويان أن الشركة تسعى لاستخدام أفضل التقنيات الحديثة وتوطين قدراتها وخبراتها الفنية في هذا المجال لتحقيق النجاحات لاستكشاف النفط والغاز في حقل خليج البحرين. ومن ضمن الاتفاقيات التي تم التوقيع عليها في جمهورية فرنسا، وقع طيران الخليج الناقلة الوطنية لمملكة البحرين عددا من الاتفاقيات مع شركات مقرها الجمهورية الفرنسية، حيث وقعت مع شركة إيرباص خلال معرض البحرين الدولي للطيران في 2016 لطلب 12 طائرة A320neo و17 طائرة A321neo بإجمالي استثمارات مع الشركة الفرنسية يتجاوز 3.5 مليار دولار. وقال سعادة السيد زايد بن راشد الزياني وزير الصناعة والتجارة والسياحة ورئيس مجلس إدارة طيران الخليج أن هذه الاتفاقيات ترسخ ثقة طيران الخليج البحرينية في فرنسا. عقد مصرف البحرين المركزي النسخة الرابعة من ملتقى الشرق الأوسط السنوي لإدارة الأصول بالتعاون مع مجموعة جلوبال انفستور التابعة لمجموعة يوروماني المرموقة. وشهد الملتقى حضور أكثر من 200 شخصية دولية رائدة في هذا القطاع لعقد مناقشات هامة تسلط الضوء على متغيرات صناعة إدارة الأصول وضرورة تطوير هذه الصناعة لتواكب متغيرات البيئة الاستثمارية وتقلبات الاقتصاد العالمي. هذا وشمل برنامج المنتدى هذا العام محاور رئيسية أبرزها التطورات الاقتصادية العالمية وخدمات الاستشارة المالية الرقمية والبيئة التنظيمية والاستثمارات العقارية. بالنسبة لي حجم صناعة إدارة الأصول في مملكة البحرين تبلغ إجمالي أصول الشركات الاستثمارية المرخصة في البحرين ما يقارب 20 مليار دولار أمريكي كما هو في نهاية 2018، ومعدل زيادة في تلك الأصول تتراوح بين 8 إلى 9% على مدى السنوات الخمس السابقة. والآن نتابع أسعار صرف الدينار البحريني مقابل العملات الخليجية والعالمية.
نتابع النشرة مشاهدينا مع فقرة إغلاقات البورصة لنهاية تعاقدات هذا اليوم. البداية مع بورصتنا المحلية، حيث تراجع مؤشر البحرين العام بنسبة 0.17% بإقفال عند مستوى 1433 نقطة. وشهدت السوق البحرينية اليوم انخفاض مؤشر قطاع البنوك التجارية وأيضا قطاع الاستثمار، وقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 3,546,000 سهم بقيمة إجمالية تجاوزت 883,000 دينار، تم خلال الجلسة 69 صفقة. وقد تركز نشاط المستثمرين في التداول اليوم على أسهم قطاع البنوك التجارية. وبالانتقال إلى باقي البورصات الخليجية، فقد أقفلت السوق المالية السعودية بارتفاع بنسبة 13 النقطة المئوية بإقفال عند مستوى 9304 نقاط، وذلك بسبب ارتفاع مؤشر قطاع التطبيقات وأيضا الخدمات التقنية. مؤشر السوق الأول في بورصة الكويت أقفلت بارتفاع بنسبة 0.08% بإقفال عند مستوى 6047 نقطة، مدعوما بارتفاع قطاع السلع الاستهلاكية. بالنسبة إلى سوق أبو ظبي للأوراق المالية، فقد شهدت تراجع بنسبة 1.40% بإقفال عند مستوى 5258 نقطة بتأثير من تراجع قطاع الخدمات في تداولات اليوم. سوق دبي المالية قفلت بارتفاع بنسبة 0.25% بإقفال عند مستوى 2767 نقطة بسبب تقدم أغلب مؤشرات البورصة وعلى رأسهم قطاعي الخدمات وأيضا النقل. أخيرا سوق مسقط الأوراق المالية قفلت بارتفاع بنسبة 0.28% بإقفال عند مستوى 3945 نقطة بدعم من ارتفاع غالبية مؤشرات البورصة العمانية. أكد وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية السعودي خالد الفالح أن الانتاج الحالي من النفط السعودي أقل من المستوى المقرر في اتفاق أوبك، وسيقل كثيرا عن 10 ملايين برميل يوميا حتى نهاية الشهر القادم. وأبلغ وزير الطاقة السعودي خالد الفالح وكالة الإعلام الروسية أن السعودية مستعدة لتلبية طلب مستهلكي النفط عن طريق تعويض الإمدادات الإيرانية بعد أن تنتهي الولايات المتحدة الإعفاءات الممنوحة لمشتري الخام من إيران. وقال الفالح إن اتفاق تنسيق مستويات إنتاج النفط العالمي قد يتقرر تمديده بعد شهر يونيو. أعلنت الشركة البريطانية بريداتور أويل أند غاز هولدينج للتنقيب عن الغاز الأسبوع الماضي عن احتياطي هائل من الذهب الأسود في إقليم جرسيف شرق المملكة المغربية. وقالت الشركة إن الآبار الأربعة التي حصلت على تراخيص استغلالها تتوفر على إمكانيات هائلة من الغاز الطبيعي، مشددة على غياب أي دوافع تقنية أو لوجستيكية لتسهيل الغاز المستكشف في المنطقة. نشرتنا مستمرة من تلفزيون البحرين وفيها بعد قليل. ألفابت الشركة الأم لجوجل تعلن عن تحقيق إيرادات جاءت دون توقعات وول ستريت. توقع صندوق النقد الدولي تراجعاً بحوالي 6% للاقتصاد الإيراني تحت وطأة العقوبات هذا العام، مشيراً إلى أن قرار الولايات المتحدة بإلغاء الإعفاءات الإعفاءات على شراء النفط الإيراني سيلقي بظلاله على هذا الرقم. وأكد صندوق النقد الدولي في تقرير جديد أن يكون الاقتصاد الإيراني من بين أكثر الاقتصادات تضرراً هذا العام، كما توقع صندوق أن يتباطأ النمو الإقليمي العام من نحو 2% العام الماضي إلى حوالي 1.5% في العام الجاري 2019. ونتابع الآن أبرز مؤشرات الأسواق العالمية وأسعار النفط والمعادن الرئيسية.
أعلنت ألفابت الشركة الأم لجوجل عن تحقيق إيرادات في الربع الأول من العام جاءت دون توقعات وول ستريت وسط زيادة التدقيق في ممارسات الشركة المتعلقة بالخصوصية وجهودها لتقييد الإعلان على محتويات قد تكون مسيئة. وحققت الشركة ربحا صافيا بلغ 6.66 مليار دولار في الأشهر الثلاثة المنتهية في 31 مارس، وتشمل النتائج غرامة قدرها 1.7 مليون دولار فرضتها المفوضية الأوروبية لوضع قيود مضرة بالمنافسة على إعلانات مواقع إلكترونية تستخدم محركاتها الخاصة بالبحث.